السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجديدة في ريفيت 2023 ان هو هنا بدأ يدينا علامة ان الحاجة دي موجودة في شيت، يعني دي موجودة في شيت، دي موجودة في شيت، دي موجودة في شيت، دي في شيت. الحاجة اللي هي لونها ابيض دي يبقى هي كده لسه متحطتش في شيت، تمام؟ لو سحبناها وحطيناها في اي شيت هتبدأ تاخد اللون الازرق. طيب، من الحاجات الجميلة برضو في 2023 ان هو لأول مرة بدأنا نقدر نقيس في ال 3D، تمام؟ كان الاول ما فيش الخاصيه دي، دلوقتي خلاص بقيت تقدر تقيس، تعمل دايمنشن في 3D. دي من الحاجات الممتازه.